محطتنا التالية رح نتابع اليوم بعالم الصباح مع دكتور غسان حنا وضيفته ليليان ساسين. أكيد ضمن صعب كتير. صباح الخير. صباح النور. كيف غسان اليوم؟ نشكر الله. ماشي الحال؟ بدك تعرفنا على ضيفتك شو بدنا نحكي اليوم؟ هيئتنا لأنه على أبواب الماراثون. صحيح. أي. صحيح. اليوم بدنا نحكي عن إنجاز ماراثوني كبير، ولكن بدي بلش تقول إنه إبراهام لينكولن كان يقول إنه وقت نتعرض لصعوبات وإعاقات تداهم حياتنا وتعوق مسيرتنا، أهم شغلة وأول شغلة لازم نفكر فيها إنه نقول إنه نحن قادرين نتجاوزها ونوثق إنه قادرين، حتى قبل ما نفكر بالحل الموجود أو الممكن نشتغله. كليف يونغ مواطن أسترالي شارك بميجا ماراثون، يعني المسافة كانت 875 كيلومتر، قطعها بخمس أيام 15 ساعة وأربع دقايق، مع أنه عمره هو عجوز عمره 64 سنة وربح. كل شيء بقول كان عندي إياه أنه قررت أنجح، كان عندي التصميم والعزم وقلت أنه لازم أنجح، كان عندي خيارين يا بنجح يا بنجح. هذه الذهنية اليوم أنا لقيها مع ضيفتنا اللي بدي حييها من قلبي ليليان ساسين. بونجور ليليان. بونجور. ميرسي لحضورك. ميرسي لك. ميرسي لأنك جيتي. ليليان بتعرفينا عن حالك أول شيء بطريقة كتير سريعة؟ ليليان ساسين من طرابلس الشمال، عام سوسيولوجي. تحية لأهل طرابلس كلهم. باسم غادة بنحييهم كلهم. ميرسي. وهلا عاملة سوسيولوجي، اشتغلت فترة سوشيال اسيستنت، وهلا عم اشتغل كريسبشن بمستشفى طرابلس الحكومي. عظيم. لأبي. الله يقويك. ليليان ليه الماراثون؟ ليش الماراثون؟ وليه هالتحدي بالذات؟ كان اختيار منك؟ طبعا يعني نحن هوايتنا، انا هوايتي الركض، بحب المشي كثير وهي. وكنت حابه لما عرفنا في ماراثون قررنا انه طلعت هيك باي ستروبيا انا ورفيقتي على الكرسي على الويلتشير، قررنا انه بدنا نمشي بالماراثون لحتى بس نخبر العالم انه الشخص اللي ما بيقشع اذا بده يمشي بيقدر، اذا بده يعمل شيء. ونفس الشيء اللي ما بتمشي كمان المفروض انها اذا هي بدها بتقدر توصل. ومشينا هيك انه مش فور فان، يعني بهدف بس نوصل انه اذا انت بتقرر تعمل شيء بتقدر تعمل، بينما اذا بتقعد بالزاويه ما حتعمل شيء. يعني كان عندك مساج انت يعني اكثر من انه قصه ركض، الرمزيه طبعا كان عندك مساج بدك توصلي. طبعا ما كان عندنا ابدا فكره انه لا بدنا نربح ولا شيء. وكان صديقنا الله يرحمه بسام نكد، كان هو منظم بالماراثون، هو كان على الويلتشير، قالنا انه تعوا ما دام انتم هيك براسكم، صار يشجعنا انه طيب تعوا جربوا بنوصل الفكره وبتتسلوا بننبسط، واهم شيء انه اذا ما وصلت السنه بتوصل سنه الجاي. وفعلا ضلينا نسابر وكنا ننجح. هلا اخر فتره تبلش العالم يمشي، يعني تلاقي هلا صار في ناس على الويلتشير، بنات عم يتشجعوا، حتى صبايا على المخوفين بيجروا ويلتشير صاروا يتشجعوا، يعني ان شاء الله. ليليان وحدا تشجع، يعني قبل ما حدا يشجعكم كان حدا عم بيقول لكم لا شو بدكم بهالشغله هيدي مش لكم وش رح تقدروا تعملوا؟ شو كانت ردة فعل الناس؟ يعني الناس عم يشوفوكم قبل ما تربحوا ومن بعد ما ربحتوا غيروا رأيهم؟ للحق اول شيء العالم كانوا ما مصدقين انه نحن انه عن جد بدكم تعملوا هيك، ما كانوا يصدقوا اول مره انه شو انتم مجاديبكم تمشوا 10 كيلو. قلنا له طب نحن بدنا نمشي ما بدنا نربح، مش يعني احنا اعتبرونا انه عم نتسلى، خلونا نتسلى. ايه صار يقولوا العالم بدك توقعي، بتوقعيها انه كيف بدك تتحملي مسؤوليه تجرئي تدفشيها على الكرسي. انت وريتا معلوف كنت. انا وريتا معلوف. أوكي. حرام على فكره ريتا كانت حابه كثير تجي. صحيح. بس ما قدرت تاخذ مشان الشغله، ما قدرت تاخذ فرصه. بنحييها على حال من هون والله يقويها يا رب. وي سوري ليليان. شو كيف قنعتوا هون طيب؟ يلي كانوا يقولوا لك لا وهلا بتوقعي وما تنتبهوا وشو بدكم بهالشغله وكذا، كيف حتى قنعتوا هون او ما قنعتوا هون؟ لا رحتوا بدون ما تردوا عليهم. فعلا رحنا بدون ما نرد عليهم. برافو. بسام الله يرحمه قلنا شو بدكم؟ ما انتم كل عمركم بتكذروا بتروحوا من سن الفيل على
على شو اسمه أراس مشي، يعني انتوا اصلا بتمشوا اوريدي بتمشوا وقت طويل مع بعض، يعني وبتقطعوا طرقات وبنقطع اوتوسترادات وهيك، يعني ما حيعوقكم الماراثون. وفعلا بعدين صارت الشغله عاديه، هلا صار العالم ينطرونا انه شو يا جماعه معقوله ما حتنزلوا السنه؟ حلو حلو، شو الاستعدادات اللي جان كانوا؟ كيف استعديتوا؟ يعني كنتوا عم تحضروا اكيد قبل ايه، يعني هلا لانه صارت الشغله جديه وصار عندنا مسؤوليه، عرفت صرنا نحس انه اذا نحن ما نزلنا مسؤوليه علينا، يعني العالم بدهم يقولوا طب اذا هن بطلوا لكن كيف نحن بدنا نشارك؟ صرنا نحب دائما انه نشارك ونشجع العالم نحن لازم ننزل. الحمد لله صرنا سنتين وهيدي الثالثه انه العالم صارت من ورانا عم بتحب تنزل، عم بتحب تنطرنا لتشوفنا كمان. شو الصعوبات هون اللي واجهتوها ليليان؟ يعني برايك انت وقت نزلتي اكثر من مره ما كنت عم تقدري توصلي المساج للناس انه تنكسر بقى الذهنيه اللي بتقول لا لاصحاب الحاجات الخاصه انه يعملوا اي نشاط من النوع؟ لك يعني نحن دائما نقول لهم يا جماعه اذا انتم عندكم اراده بتوصلوا، بس انتم قرروا شو بدكم، ما تنطروا العالم، لانه عند الناس في كثير خلفيه بعدها انه يي هذا ما بيشوف لازم يقعد بالزاويه، هيدي ما بتمشي، انه حرام كيف بدها تطلع؟ دائما يقولوا لي حرام عليك انه شو بدك فيها تجر تضطر تجريها بلكي وقعتيها، يقولوا لا لا ريت انه بلكي اخذتك على المهوى وقعتك بلكي رجعتوا لورا انتم طالعين بالطلعه وقعتوا كسرتوا حالكم. لا الحمد لله هلا مشي الحال شو احسن بكثير، بس انا بقول لك في صعوبات وقت تكون الماراثون بالشتاء نتعذب شوي بالشتاء. ايه لانه بتبقى الارض ما يعني بتزحت ايه اكيد الدواليب وهيك معقوله يكون في مشكله اكثر واكثر على الارض تقنيه. يعني على الارض شو لقيتوا صعوبات غير يعني كنت انت عم تدفشيها لريتا وريتا عم توجهك؟ ايه يعني اوف شو حلوه الصوره تكامل بين حاجتين صح. يعني دائما يعني تصور شعارنا انه هي عيوني وانا اجري صحيح هذا بيقول في تكامل بين الحاجتين وما تصدق وقت اللي واحد بده يعني لما اي انسان بس فتش انت على الناحيه البوزيتيف تبعيته انك انت والناحيه تبعيتك انت بتقدر تعمل اي شيء بس تبرم على الناحيه الايجابيه كل ايجابي بتلاقي الاشياء كلها ايجابيه. يعني هيدي اجمل صوره للتكامل الانساني عن جد، حتى يا ريت يكونوا مرقوا الصور وشافون الناس انه قد ايه هالصوره بتعطي اشعاع رائع على التكامل الانساني لذوي الحاجات الخاصه. ليليان بدي اقول لك انت بتنتمي لمنطقه نحن بنحبها كثير ومرقت بظروف صعبه ولهالمنطقة بينتمي وزير الشؤون، شو بدك توجهي له رسالة إذا أو شو بدك تقولي له أو شو فيك أنت آخر كلمة بتحب تقوليها بمعنى أنه ليليان أنا بعرف أنت عندك دراسات عليا ومناضلة بالحياة وعندك إنجازات، شو بدك تقولي لمعي الوزير للشعب اللبناني للناس عم يحضرونا؟ بدي اقول للوزير اهم شيء انتبه على طرقاتنا بالشمال كثير مش منيحه وبدي اقول له انه في نحن بحاجه لمؤسسات فعلا تهتم بالاشخاص بكل معنى الكلمه من الاهتمام. ينتبه في كثير مؤسسات محسوبه على الوزاره بس هي ما كثير بتنتبه للاشخاص ذوي الحاجات، حرام يعني حرام عم بتكلف الدولة على الفاضي، مش عم ما عم تعطي ما عم بتقوم بالواجب اللي لازم تقوم فيه، ونحن بشمال كثير محتاجين وبشمال وبلبنان كله محتاجين لمؤسسات تهتم بذوي الحاجات. صحيح، يعني أنا بتصور طرابلس من المناطق الأكثر شيء بحاجة لأنماء لكل الناس بقى كيف لا افيك ان بلوس لذوي الحاجات الخاصة. صحيح صحيح هذا. ليليان شو بتقولي للناس؟ ناس عم يحضرونا بقول لهم يا جماعة اوعوا الإنسان لازم يكون عنده تصميم وإرادة، بالتصميم وبالإرادة بيوصل لمحل ما بده، إذا بدكم تقعدوا وتحطوا إيدكم على خدكم ما حتوصلوا لشيء، المعاق والغير المعاق، في أشياء كثير حلوة بلبنان وبالدنيا، طلعوا عليها ما تضلوا تفتشوا على الأشياء بس السلبية وننتقد لننتقد. إذا بدنا نضل نقول هيدا مش منيح وبلدنا مش منيح وكل شيء مش منيح، كل شيء بنلاقيه مش منيح، وإذا بنطلع على زاوية صغيرة حلوة بنجمل كل شيء، إلي أبو ماضي بيقول كون جميلا ترى الوجود جميلا. حلو حلو. أنا بهالرسالة
أنا بهالرسالة الإيجابية بدي أختم مع ليليان وأشكرك من كل قلبي إنك قطعت كل هالمسافة تتجي لعنا. أنا باسم عالم الصباح باسم غادة بدي أشكرك ليليان، وإن شاء الله بالنجاح الدايم، وإن شاء الله ميجا ماراثون مش ماراثون صغير كمان إن شاء الله بالنجاح. وأنا على فكرة بيجي بالبوستة بالكونكس، يعني كمان حتى الأشياء اللي قد بيقولوا في خطر وفي أشياء مش منيحة بلبنان، بس ما تصدق دال في عالم فيها خير. بيجي انا من الكونكس بطلع انه مش بالضروره الواحد يتكبى عناء مدري قديش يدفع تاكسيات ويدفع مدري شو. صحيح. الله يقويك يعني. الله يقويك عن جد، رساله كثير حلوه اليوم، ميرسي لك كمان غسان. ميرسي غدا عم تعطينا هالفرصه انه يمكن نتعرف على هالامور يلي مش دائما بنلتقى فيها، حابين كنا نشوفها اكثر واكثر. ميرسي لك على الفقره عن جد اللي كثير حلوه، يعطيكم الف عافيه. كمان بريك صغير ونرجع منتبه. Thank you.